لكن احنا من عايشناكم وعشنا المدينه وعشنا حب هاي العالم للحركه وكذا، يعني من الاولى كتبنا عن مواصفات الناس اللي رايحه، زكيناهم في حركتهم وتبرعهم وتفانيهم وصولهم هناك، ما رايحين العالم حتى يظاهرون، يعني لا هي كشخه ولا هي كذا، رايحين بحب وتشكر مبرره الشاكرين اللي سباقه دعم قافلتنا. يعني هي وصلت ويانا للخطوات الاماميه قبل سنه ونص، قبل ست شهور، لم مبرره الشاكرين، يعني ناس مشكورين اللي فتره طويله صاروا ويانا الناس ودعمها ووصلوا، واحنا نطمح من عندهم اكثر، لان هو انت لما توسعت الارض مسك الارض وتوسع التحرير، وصلت القضيه الى حدود العراق السوريه، الى الحدود التركيه، الى الحدود الاردنيه، اصبحت الاحتياجات اكثر، مساحه شاسعه، الاحتياجات اكثر. احنا شنو الاحتياجات الحاليه؟ احنا هسه مقبلين على فصل الشتاء. نعم. وفصل الشتاء احتياجاته اكثر من فصل الصيف. نعم. ومع توسع وراح يكون فصل الشتاء راح يكون هناك عائق البرد وخصوصا الاقتثار بالمناطق الشمال، راح نحتاج احنا مثل ما مرت علينا السنوات الفاتت الى الوقود النفط والحطب والملابس الشتائيه من قماصر وملابس داخليه والمواد الاساسيه، ديمومه المعركه هي المواد الغذائيه، واحنا دائما نركز ما يقارب على سبع مواد: الرز والسكر والزيت والمواد العدس والفاصوليا والحمص والحبوب واللي يستخدموها في الطبخ الارزاق الجافه. الارزاق الجافه زين. نعم. ونحتاج تدري انت هسه هذا المقاتل راح عنده واجبات، ومرات اكو مكانات مثلا بالمتقدم الارزاق ما توصل له، ما يستطيع ابو الاعاشي او ابو المقاتل بسبب المقاتل. هذا شنو؟ هذا احنا جاي شوي من بالسفره شنو نوفر له؟ نوفر لهم على شكل كراتين. هاي متكاملة. يعني سلة غذائية، نسوي لهم سلة غذائية، سلة غذائية هنا تشمل مواد جافة وحلة، يعني بسكيت وبسكيت وشغلات بخصوص الحليب. المقاتل يحتاج إلى استعراض علب البلاطة، يعني بالضبط، يحتاج إلى التمر بالدرجة الأساسية، التمر الدبس الراشي، فلما يخابرون الالويه منا مثلا من الحويجه او من الموصل او من كربلاء او من صلاح الدين، فاساسا احنا تصير عندنا حركه. ليش؟ لانه نحس بالمعاناه الموجوده هناك، واحنا نعرف المعاناه من خلال زيارتنا، مثلا نروح للواء الفلاني اول ما نزور المطبخ للاعاشه، نجي للمطبخ ما نلقى في مواد، مثلا لا المواد الاساسيه اللي دائما يعتمد عليها اللواء، لانه تدري انت المقاتل هناك اول شيء دار غربه. نعم. ثاني شيء اغلب الناس اللي راحوا من عوائل فقيره ومتعففه. اذا يعني هسه حركه القافله راح تتحدد بعمليه التجهيز، يعني بعمليه التجهيز تم التجهيز واخوان بعد الاتصال طبعا بالجهات هناك موجوده. زين. والشوف ترى من المرات مثلا يطلب يقول لي مثلا فلان، يعني هسه اكو حاجات غير الحاجات اللي كتبناها مثلا مرات احنا هسه مثلا بس يعني هسه مثلا احنا بطانيات سجلنا، بطانيات سجلنا، الارزاق سجلنا، الوقود شنو قضيته؟ الوقود يعني النفط الابيض، النفط الابيض هذا شنو؟ هذا يصير بعد ثلاث فئات. اي هذا شلون يدور؟ يعني هذا نشتري مشترى احنا بنسمع. نعم. اذا هذا معناها تهيئه مبالغ ونشتري، واحنا عندنا يعني الحاويات اللي تستمر حاويات احنا طريقه معينه، عندنا طريقه معينه عن طريق متبرعين. الملابس هي تتوضع هنا وان شاء الله نهيئها، واذا الله راد زين. احنا بعمليه التجهيز بس تكمل عندنا ان شاء الله، اي شيء يجينا احنا راح نتحرك ان شاء الله، راح نبلغكم ونشوف قد امكانياتنا اللي نقدر توصلنا ان شاء الله.